بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين والمستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم سؤال أهل الذكر. حلقة اليوم حلقة عامة، وضيفنا فيها هو سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. باسمكم جميعا نرحب بسماحة الشيخ، أهلا بكم سماحة الشيخ في هذا اللقاء. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ظل العنف المتزايد الذي يشهده المسلمون بين أنفسهم بين فئاتهم المختلفة، يعيش الجو اللبناني أزمة الصراع، ما هي كلمتكم تجاه هذا الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وصان حياته وجعل المحافظة على حياته من أعظم القربات إليه، فهو تعالى يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والنفس المؤمنة لها مزيد من الحرمة، ولذلك شدد الله سبحانه وتعالى في ذلك عندما قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لأجل هذا أمر الله سبحانه وتعالى بالمبادرة الحسنة من المؤمنين عندما ينشب خلاف ونزاع وقتال بين طوائفه، وقد قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم، هذا كله لأجل مراعاة هذه الحرمة البالغة، ولأجل مراعاة الوحدة الواجبة ما بين الأمة بين جميع أطيافها. فالأمة يجب أن تتحد وأن تسعى جميعا إلى خيرها، فلا يصلح أن تترك الأمور هكذا سدى، وأن يشعل الفتنة كل أحد حيثما شاء، وأن يقتتل الناس بدون مبالاة. إن على الأمة أن تسعى إلى إخماد هذه النار المتأججة، وأن تسعى إلى نزع هذا الفتيل المرعب المخيف، وعليها أن تعرف أسباب ذلك. الأمة إنما ضاعت وتفرقت وتشتتت بسبب تركها الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليها. إذ هذه الأمة إنما هي أمة أمر بالمعروف ونهي عن منكر. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهو سبحانه وتعالى يبين وجوب أن تكون الأمة كذلك عندما يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فترك هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أجج هذه الفتن، وأوجد هذا الشقاق، وأوجد هذا التصدع، ودعا إلى هذا التنازع، وألهب سعير هذه الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتقبضن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرى أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فهذه المخالفة بين القلوب إنما هي بترك هذا الواجب. لذلك كان جديرا بالأمة أن تحاسب نفسها وأن تسعى إلى ما فيه ردم هذه القوة التي تفصل بين فئاتها، وأن تسعى إلى نزع فتيل الفتنة فيما بينها، وأن تسعى إلى القضاء على كل أسباب الخلاف وأسباب الشقاق حتى تكون كما كانت من قبل. الأمة أصبحت ضائعة، صدق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلتي يا رسول الله؟ قال إنك لا، إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغداء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن الوهن في صدوركم. قيل له وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. نعم، حب الدنيا هو الذي أدى إلى ذلك. الناس أصبحت الدنيا هي الشغل الشاغل لهم، ولذلك يتقاتلون عليها هذا التقاتل. ما الناس إلا كالدواب بالهمل، همهم في الأكل والترفل، قد حاولوا الدنيا بكل الحيل، بالكدح والشح والتحيل والقطع للبيل ونص الإبل. إلى هذا هو هم الناس، الناس مشغولون بهذه الدنيا. فلذلك يجب أولا قبل كل شيء أن يعرف، أن تعرف الأمة رسالتها في هذه الحياة، فهي خير أمة أخرجت للناس. ولن تكون هذه الخيرية لها إلا إذا ما استمسكت بأسبابها، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما عندما تكون خلاف ذلك فإنها تكون قد تخلت عن خصائصها وتركت سبيل عزتها وأفلتت حبل الله المتين من يدها. هذا ما أدعو إليه الأمة الآن، وأدعو كل فريق أن يحاسب نفسه وأن يدرك خطورة سل المسلم سيفه على أخيه المسلم. في الحديث الشريف عن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل له هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان يحرص على قتل أخيه. نسأل الله تعالى العافية. جزاك الله خيرا سماحة الشيخ. من خلال الموقع إدريس العامري يسأل، يقول بعد أن سلم عليكم، جاءت الأدلة الشرعية من آيات وأحاديث تأمر بتدبر القرآن الكريم، كما جاء التشديد على من ترك التدبر في القرآن الكريم، وفي نفس الوقت وضع العلماء شروطا لتفسير القرآن الكريم وتأويله، ومنها الإلمام بقواعد اللغة العربية مثلا وأساليب البلاغة وغيرها من الشروط التي بينتموها في تفسيركم. والإشكالية في كيفية التفريق بين التفسير والتدبر والتأويل، لأنه كثرت في الآونة الأخيرة الكثير من الأفكار التي يدعي أصحابها أنها نتيجة تدبر عميق لآيات القرآن الكريم، وبذلك إيجاد تفسيرات وتأويلات للآيات التي سبق العلماء والمفسرون أن فسروها على نحو مخالف لما عليه هذه الأفكار. السؤال: كيف يمكن التفريق بين التفسير والتدبر؟ وما الطرق المثلى في حماية أو لحماية الآيات القرآنية من تحريف أو بالأحرى تحوير مقاصدها الصحيحة؟ القرآن الكريم هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه. والاقتراء على القول في القرآن الكريم اقتراء على الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن يكون الإنسان الذي يتحدث حول القرآن خبيرا عارفا، لابد من أن يكون ملما بالقرآن نفسه، جامعا ما بين آياته، قادرا على فهم مضامينها، مستوعبا لمدلولات كلماته، بحيث لا يجرؤ على القول في شيء إلا ببينة من ربه وبصيرة منه سبحانه وتعالى. ونحن نرى أن السلف الصالح كانوا شداد الحذر من هذا الأمر. فقد جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الأب في قوله تعالى فاكهة وأبا، ما هو الأب؟ فقال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، وأين أذهب وماذا أعمل إن قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله. وقرأ عمر هذه الآية الكريمة فقال: هذه الفاكهة وما هذا الأب؟ ثم قال: وما عليك يا ابن أم عمر ألا تعرف الأب، ألا فاخذوا من كتاب الله ما ظهر لكم ودعوا ما أشكل عليكم. نحن نرى السلف الصالح مع كونهم كانوا عربا أقحاحا، أي معظم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا عربا أقحاحا، وقد نزل القرآن الكريم بلسانهم، وكانوا
كانوا هم بجوار النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، وقد امتزج القرآن الكريم بلحومهم ودمائهم ومشاعرهم وأحاسيسهم، حتى أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يبين كيف كانوا يتعاملون مع القرآن، يبين أنهم كانوا يتعلمونه 10 آيات 10 آيات، لا يتجاوزون 10 التي يتعلمونها حتى يتقنوا ما فيها من العلم والعمل. فمعنى ذلك أنهم كانوا يتعلمون علم القرآن ويتعلمون تطبيق القرآن، يحرصون على الجمع ما بين الأمرين جميعا، على الجمع ما بين العلم والجمع ما بين الجمع ما بين العلم والتطبيق. فعلى أي حال من الأحوال، القرآن الكريم الذي يقرأه يطالب بأن يتدبره، ولكن لا يعني ذلك أن يجرؤ ويقول فيه قولا بدون علم. نعم، هذا التدبر هو أن يقف الإنسان عند دلالة الآيات التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، كقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذه الآية مثلا تتحدث عن الله سبحانه وتعالى وصفاته، فالإنسان الذي يقرأها يؤمر بأن يتدبر وأن يفكر في عظمة الخالق سبحانه وتعالى التي تتجلى في مخلوقاته، فهو تعالى الواحد الأحد الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وكل الكون ملك له، له ما في السماوات وما في الأرض، وأنه لا يجرؤ أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، وأنه عليم بكل شيء، عليم بالبشر وعليم بما أحاط بهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهم لا يمكنهم أن يحيطوا من شيء من علم من معلوماته إلا بما شاء، وأن ملكه وسلطانه شامل للكون كله. عندما يقرأ الإنسان هذه الآيات بهذا التدبر، لا ريب أن ذلك يورثه خشية وخشوع، لكن أن يتدخل في جزئيات التفسير ويحاول أن يتحدث بحسب ما يملي عليه هواه، فذلك أمر لا يجوز قطعا. ثم مع هذا أيضا، كذلك مع هذه الآية، هناك آيات شتى فيها تنزيه لله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لابد من أن يقف مع هذه الآيات ويستشعر هذا التنزيه لله سبحانه وتعالى من أن يكون والدا أو يكون مولودا أو يكون له كفء من خلقه، لا يكافئه أحد قط سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. كذلك أواخر سورة آل عمران، أواخر سورة سورة الحشر التي فيها صفات الله سبحانه وتعالى. كذلك عندما يقف الإنسان على آيات الوعد والوعيد يؤمر أن يتدبر، يرجو وعد الله وليخشى من وعيده. عندما يقف الإنسان على آية تتحدث عن الموت، كذلك عليه أن يتصور الموت وأنه لا بد منه، أن يقف على قول الله سبحانه وتعالى أو يتلو هذه الآية الكريمة: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا التدبر الذي يورث الإنسان الخشية والخشوع. أما أن يتصور على الآيات القرآنية بدون علم، بحيث يحاول أن يفسر القرآن الكريم برأيه، فتفسير القرآن الكريم بالرأي من أخطر الأمور. إن الذي يفسر القرآن الكريم يجب أن يكون ملما بعلوم القرآن، أن يكون عارفا بالقرآن، عارفا بمحكمه وبمتشابهه وبناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده ومجمله ومبينه وخاصه وعامه. وعليه مع ذلك أيضا أن يكون عارفا
بتاريخ نزول الآيات وعارفا بأسباب النزول، وأن يكون أيضا عارفا باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. كما سمعت من أحد العلماء في الأيام القريبة يقول: لو أخذ الناس بظاهر الألفاظ وأنهم الآن يعرفون أن السيارة هي هذه السيارة التي تمشي، وجاء أحد وتلا قول الله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردة، ربما يتصور أن المراد بالسيارة هي هذه السيارة كما هو مألوف، لكن ليس الأمر كذلك. والناس كثيرا ما يقعون في أخطاء في فهم القرآن الكريم بسبب جهلهم اللغة العربية التي نزل بها القرآن، على أن اللغة العربية نفسها التي يعرف بها القرآن يجب أن تكون هي اللغة التي نزل بها القرآن، والناس كثيرا ما بعدوا عن هذه اللغة. وقد حدثت اصطلاحات متعددة، بعضها للفقهاء وبعضها للأصوليين وبعضها لأصحاب الفنون المختلفة. هذه الاصطلاحات لا يمكن أن تحمل عليها ألفاظ القرآن، لأنها اصطلاحات ناشئة بعد نزول القرآن الكريم، وإنما يراعى المفهوم اللغوي إبان نزول القرآن الكريم لأجل معرفة التفسير. من جملة المصطلحات الحادثة التفرقة بين القضاء والأداء، فالناس تواضعوا سواء الأصوليون أو الفقهاء على أن ما يأتيه الإنسان من العمل في وقته فذلك يعد أداء، أما إن كان له وقت أي أن يكون العمل موقوتا بزمن معين وانتهى ذلك الزمن فإن الإتيان به من بعد مضي وقته يسمى قضاء. هذا التعبير ليس هو تعبير القرآن، هذا تعبير، هذا اصطلاح من أجل تقريب الأمور إلى أفهم الناس، وهو اصطلاح لا بأس به، لأنه يؤدي بالناس إلى أن يفرقوا ما بين حكم الإتيان بالعمل في وقته الذي شرع فيه والإتيان به بعد مضي الوقت الذي وقت له. ولكن مع ذلك لا يمكن أن تحمل ألفاظ القرآن الكريم على ذلك، قول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فلا يعني هذا بقضاء المناسك أن يؤتى بها بعد مضي الوقت المحدد لها. وكذلك قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لا يمكن أن يحمل على هذا المعنى، هذا أن يحمل هذا، أن تحمل الآية الكريمة على هذا المصطلح الناشئ الحادث، لأن هذا المصطلح كان بعد نزول القرآن الكريم. وهكذا فإذا لا بد من أن يكون الإنسان خبيرا بلغة القرآن الكريم، ثم أيضا لا بد له من أن يكون خبيرا بأصول الفقه وأن يكون خبيرا بالحديث النبوي الشريف. هناك كثير من الأمور التي جاءت في القرآن الكريم مطوية ضمن عباراته المجملة لا يمكن التوصل إلى تفاصيلها ومعرفة دقائقها إلا بالرجوع إلى الحديث النبوي الشريف. فالله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا التدبر القرآن الكريم الذي يسمح به لكل أحد هو التدبر الذي يورث قلبه خشية من الله سبحانه وتعالى عندما يتلو الآيات التي تتحدث عن جلال الله سبحانه وتعالى وعزته وكبريائه وسائر صفاته. وكذلك عندما يتلو الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر، التي تتحدث عن الجنة وما فيها من النعيم وسعتها، كقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا كله من التدبر المحمود الذي ينبغي لكل أحد أن يحرص عليه وأن لا يفوته. وكذلك بالنسبة إلى الآيات التي تتحدث عن النار: كلما ألقي فيها فوج سأل مخزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى، كلما أرادوا أن يخرجوا منها وأيدوا فيها
هذان خصمان اختصموا في ربي فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويصهر بهما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هذه الآيات التي إذا تدبرها الإنسان أورثت قلبه خشية وخشوعا، ولكن لا يعني ذلك أنه يسمح له أن يدخل في تفاصيل تفسيرها وأن يتحدث عن دقائق معانيها، فإن ذلك موقوف على العلم، ولا بد من أن يكون الإنسان ملما بهذه العلوم. وعلوم العربية علوم واسعة، فلا بد من معرفته بالنحو والتصريف واللغة، ولا بد من معرفته بالبلاغة. ذلك هو الذي يمكن الإنسان من تفسير كتاب الله تعالى، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، وبهذا أيضا أتيتم على السؤال الثاني الذي يربط بين أسباب النزول والتفسير بحسب مقتضيات العصر الاجتماعية والعلمية. لدينا بعض المكالمات. الأخ سيف، السلام عليكم. السلام عليكم سيف العوفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الله بالخير. الله بالنور. تفضل أحمد. شيخ أحمد كيف حالك؟ الحمد لله. عساكم طيبين. نحمد الله. تفضل. الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تفضل. لدي سؤالين لأخ أسعد. تفضل. السؤال الأول، انحراف الأولاد وعدم التزامهم باللباس الساتر وتشبههم بالنساء كتربية الشعر الزائد عن حده ويأتون إلى البيت قبيل الفجر، أليس أولياء الأمور هم المسؤولون أمام الله يوم القيامة عن هذه التربية السيئة واللا أخلاقية تحت بند الحديث الشريف، كما يقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أرجو توجيه هؤلاء إلى جادة الصواب. نعم. سؤالي الثاني، نعم، هل يجوز طنى ثمار النخيل أي بيعها قبل مرحلة النضج؟ هذا ما لدي الأخ أسعد وأشكرك. شكرا جزيلا، عفو الله يبارك فيك. الأخ ياسر، السلام عليكم. ياسر. الأخت زينب، السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتكلم مع فضيلة الشيخ؟ يسمعك، تفضلي. فضيلة الشيخ. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول أنا امرأة. نعم. أريد أن أذهب إلى العمرة. نعم. لكن لم يوجد لدي يعني محرم. نعم. هل يجوز أذهب مع جماعة مثلا أولاد خالي؟ لأني سبق وذهبت معاهم مرتين عمرة ومرة حج. لكن هذه المرة يعني باغي أروح، يعني هل يجوز يعني لأنه خالهم رضعته أمي بحليبي أنا، هل يجوز أذهب معاهم أم لا؟ أنتي أرضعت الخال؟ نعم. طيب شكرا لك زينب. طيب الأخ ياسر، السلام عليكم. الأخ ياسر. يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. كيف حالكم طيبين؟ الله يبارك فيك. كيف حالكم شيخ؟ الحمد لله حقا. عساكم بعافية. تفضل. الأول. نعم. عندما يقوم الخطيب الدعاء بعد الخطبة ماذا على المأمومين؟ هل تأمين أم ينصتوا للدعاء؟ السؤال الثاني لو سمحت. تفضل. ما حكم صيام المرأة إذا رأت الدم بعد 60؟ إذا عمرها 60. واضح سؤال؟ واضح. أحسن. طيب شكرا أحسن. الأخ سيف العوفي يطلب نصيحة للأولاد عدم التزامهم باللباس الشرعي وتشبههم كذلك بالنساء وسهرهم إلى وقت متأخر. الجواب، الأولاد هم ثمرة الأفئدة وهم أفلاد الأكباد وهم أمل الإنسان في غده وهم امتداده فيما بعده، إذ تمتد حياته في حياته. وكما قال أحد الشعراء عندما يصف صلته بولده يقول: وقلت شباب ابني شبابي وإنما تحول شطر العمر مني إلى شطري. فهكذا شأن الأولاد، فلذلك كان الحفاظ عليهم الحفاظ على أعظم ثروة عند الوالد.
وإضاعة الأولاد إنما هي إضاعة للنفس وإضاعة لمستقبلها وإضاعة لحياتها التي يرجى أن تمتد في حياتهم وإضاعة لثروة الأمة. فمن هنا كانت الضرورة إلى حسن التربية، تربية الأولاد على خشية الله سبحانه وتعالى وتقواه والاستقامة في السريرة والعلانية والعكوف على أوامر الله سبحانه وتعالى والازدجار عن نواهيه. يقول الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقاية الإنسان لنفسه باتباعه أوامر ربه وازدجاره عن نواهيه، وكذلك بحسن قيامه بحق أسرته بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتبصيرهم بأمر الدين، وفي مقدمة هذه الأسرة الأولاد. ولئن كان الإنسان يخشى على نفسه من هذه النار التي وقودها النار التي وقودها الناس والحجارة، فإنه كذلك يجب عليه أن يخشى على أولاده، خذ ثمرة أفئدته. ومن شأن الإنسان أن يحرص كل الحرص على تجنيب أولاده كل ما يضرهم. يقول الشاعر: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. فلئن كان هبوب الريح عليهم يؤدي إلى أن تمتنع عينه عن الغمض، فما بالك فيما إذا كان الإنسان يهملهم ليتعرضوا لسخط الله سبحانه وتعالى، أو يربيهم التربية التي ليست فيها مراقبة الله سبحانه وتعالى في أوامره وفي نواهيه. أليس هذا الذي يهمل أولاده معرضا أولاده للنار التي وقودها النار الناس والحجارة؟ لماذا يهون عليه أفلاذ كبده وثمرة فؤاده حتى يكون حطبا للنار، يكون وقودا للنار والعياذ بالله تعالى؟ إن على الإنسان أن يجنب أولاده كل ما يؤدي بهم إلى الوقوع في محارم الله والوقوع في سخط الله. ولا ريب أن من أعظم المناهي وأكبر الكبائر أن ينسلخ الإنسان من فطرته التي فطره الله تعالى عليها. فالرجال فطروا بطبيعة الذكورة، والنساء فطرن بطبيعة الأنوثة، ولا يجوز لأي واحد من الصنفين أن يجترئ على الله سبحانه وتعالى فينسلخ من الفطرة التي فطره الله تعالى عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كل منهم ملعون، من تشبه بالنساء من الرجال فهو ملعون، ومن تشبهت بالرجال من النساء فهي ملعونة، لأن في ذلك تمردا على الفطرة وانسلاخا من هذه الفطرة التي فطرهم الله تعالى عليها فيجب على الآباء أن يربوا الأولاد على معاني الرجولة، على الأولاد الذكور أن يربوهم على معاني الرجولة، وأن يحرصوا على تجنيبهم كل ما يؤدي بهم إلى التشبه بالجنس الآخر. كذلك بالنسبة إلى النساء، يربين التربية التي تليق بخصائص الأنوثة، ومن ذلك تربيتهن على الحياء والحرص على البعد عن الاحتكاك بالرجال، لأن في ذلك تجنيبا لهن من الوقوع في الشرور. والوقت نعمة لا تعوض، لذلك كان الإنسان مسؤولا عن هذه النعمة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. يسأل عن العمر كله، لأن العمر نعمة الله. جاء
كما يسأل عن فترة الشباب خاصة، فأولئك الذين يقضون أوقاتهم في السهر ولا يبالون بمضي الأوقات، هم مضيعون للعمر، لأن كل لحظة من لحظات العمر نعمة من الله، يجب على الإنسان أن يعرف كيف يستغلها في طاعة الله وفيما ينفعه. وأي لحظة تمر بالإنسان لا يمكن أن تعود، كل نفس يتنفسه لا يعود إليه، بل كل نفس من أنفاسه هو على حساب العمر، هو خطوة من خطواته إلى الدار الآخرة. فعلى الإنسان أن يستغل هذه الأنفاس في طاعة الله على لحظات ينقص العمر مرها، تؤكد آمال البقاء وتزيد، ولو أملا أدركته لم تجد له وفاء ولم تسحبك منه عهود. فكيف هؤلاء الذين يقضون ليلهم في السهر في الملاهي وفي الفساد وفي إضاعة الأوقات، أليسوا مسؤولين عن هذا الأمر؟ أين هؤلاء من الذين وصفهم الله تعالى بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، والذين وصفهم بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟ أين هؤلاء من ذلك؟ فعلى الآباء أن يحرصوا على تجنيب أولادهم هذه المسالك التي تؤدي بهم إلى الهلاك والعياذ بالله، تؤدي بهم إلى تلف الحياة الدنيا وإلى الهلاك في الدار الآخرة، والله تعالى المستعان. جزاك الله خيرا سماحة الشيخ. لدينا بعض المكالمات، وهنا أيضا سؤال مهم من نيوزيلندا. أبو محمد يسأل، يقول امرأة تريد الزواج من رجل نصراني بحجة أنها لا تخاف على الأبناء، نظرا لأن وقع الأم في هذه الدول على أبنائها أكثر من أثر الرجل نفسه، وسلطتها على أبنائها تكون أكثر من سلطة الرجل على الأبناء ورعاية البيت. الله سبحانه وتعالى حرم الزواج ما بين المسلم وغير المسلم، ولا يقال بأن المسلم له أن يتزوج الكتابية فكيف المسلمة لا تتزوج الكتابية؟ ذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قواما على المرأة، وقوامة المرأة المسلمة لا يجوز أن تكون في يد غير المسلم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، المسلم يؤمن بجميع رسالات الله ولا يفرق بين رسالة وأخرى، فهو يؤمن بموسى عليه السلام وبالتوراة المنزلة عليه، ويؤمن بالمسيح عليه السلام وبالإنجيل المنزل عليه، بينما الكتابي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالقرآن. فكيف يجوز مع ذلك لامرأة مسلمة أن تتزوج غير مسلم؟ إن على المرأة أن تتقي الله في هذا، وأن تربط مصيرها بمصير الرجل الذي يؤمن بالله ورسالاته ويتبع أوامر الله ويقف عند حدوده ويزدجر عند نواهيه، ولا تربط مصيرها بمصير رجل لا يحل لها أن ترتبط به. الله تعالى يقول في النساء الخارجات الذين أسلمنا من جديد لا إخرجنا عن أزواجهن فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فعلى هذه المرأة أن تتقي الله وما تتذرع به إلى مرادها من التعلات لا قيمة له في موازين الإسلام. جزاك الله خيرا. الأخت زينب كما سمعتم سماحة الشيخ تريد أن تذهب إلى العمرة ولا يوجد لها محرم في هذه الرفقة. أنا كأنني فهمت منها أن أو والدها أي خالها الذي هو والد هؤلاء الذين تريد أن تذهب معهم رضع من أمها، فإن كان رضع من أمها فهو أخوها ومن الرضاع، وأولاد خالها يكونون إخوة لها من الرضاع. إن كان الأمر كذلك كما تصورته فلا حرج أن تسافر معهم، إن كان الأمر كما تصورته. جزاك الله خيرا سماحة الشيخ. يوسف المصلحي يسأل،
عندما يقوم الخطيب بالدعاء ماذا يصنع المأمومون المنصتون إلى خطبته؟ هل يبقوا على إنصاتهم دون تأمين أم يؤمنون في فواصل الدعاء على الدعاء؟ يسأل أيضا عن الدم بعد سن 60 بالنسبة للمرأة. بالنسبة إلى المرأة، المرأة جعل الله سبحانه وتعالى مرحلة من عمرها هي المرحلة المتميزة بالخصوبة، والدم إنما هو دليل الخصوبة في المرأة، فهذه مرحلة من العمر، وبعد هذه المرحلة ينقطع عنها الدم وتيأس منه. وعلماؤنا يقولون بأن سن 60 وسن اليأس، تيأس المرأة من الدم وتعتبر ما بعده ليس بدم حيض، ولكن بما أنه لم يأتي بذلك نص، وإنما هذا من استقراء أوضاع النساء، والاستقراء هو حجة يعتمد عليها، هو حجة فرعية يعتمد عليها، إلا أنه من الممكن الآن أن يحكم الطب في هذا، فمن الممكن أن يفحص هذا الدم عند الأطباء، هل هو دم حيض أو ليس دم حيض؟ فإن كان دم حيض أعطي أحكام الحيض، وإن لم يكن دم حيض فإنه يعد استحاضة ولا يعطى أحكام الحيض، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا سماحة الشيخ. من الموقع الشاب الجزائري يسأل، هو توفيت بنت لديه، وكان سبب الوفاة مرضا وراثيا، وقد أخبره الأطباء أن إنجاب أي مولود يؤدي إلى نفس النتائج بنسبة 25%. يسأل هل يمكن أن يقطع النسل وكيف؟ هناك 75 هي أكثر من 25، فليسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يدفع البلاء من الصدقات وغيرها من الأعمال الصالحة، ولا داعي إلى قطع النسل، وهذا ابتلاء من الله سبحانه يبتليه من يشاء، والله يرفع البلاء عمن يشاء متى يشاء، فليرجو فضل الله تعالى عليه، والذرية نعمة من الله سبحانه وتعالى، إن عاشوا للإنسان كانوا له ذخرى، وإن ماتوا كانوا له أجرا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. الإخوة ينتظرون في الخط. الأخ ماجد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل الأخ ماجد. لدي سؤال لكن الوقت يمكن ما يكفي. لعلك تلاحظ ذلك، تفضل. السؤال الأول، أسأل عن معنى كلمة سلف في سورة النساء، جاء في موضعك، قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. في الآية الأخرى قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الفرق بين كلمة سلف في الآية الأولى والآية الثانية. والسؤال الثاني عن قوم يأجوج وماجوج، هل هم موجودون إلى الآن؟ وصفاتهم، وهل ينكشف عنهم السد قبل يوم القيامة ويخرجون العالم؟ هذا السؤال. طيب الأخ ماجد، ليس لدينا وقت لاستقبال المزيد من المكالمات، إلا إذا كنا نستقبلها ونؤخرها إلى الحلقات القادمة، وعسى أن نستعرض بعض المكالمات، فإن أسعفنا الوقت استقبلنا غيرها. سماحة الشيخ، قبل أن نأتي إلى سؤال الأخ ماجد الجهلمي من الموقع من الإمارات العربية المتحدة، الأخ خالد يسأل يقول ما حكم استعمال الأدوية التي فيها مواد مستخلصة من لحم الخنزير، وهذه الأدوية لا تستخدم عن طريق الأكل أو الشرب؟ أما استخدامها طلاء في الجسم فينظر في ذلك، هل هي من الضرورة بمكان بحيث إنه يتعذر العلاج بأي دواء آخر إلا هذا الدواء أو لا؟ فإن كان يتعذر العلاج بأي دواء آخر غير هذا الدواء فلا حرج في ذلك، لأن هذه ضرورة، والله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، ولا تنحصر الضرورة في المخمصة، إذ لا مفهوم لقول الله تعالى فمن اضطر في المخمصة، لا مفهوم مخالف
لقوله ذلك، لأن ذكر المخمصة وارد المورد الأغلب المعتاد، وما ورد مورد الأغلب المعتاد فلا يؤخذ بمفهومه المخالف. هذا على أي حال مع الضرورة القصوى ومع عدم احتمال المرض ومع كون العلاج متعذرا إلا بهذا الدواء فقط. جزاكم الله خيرا. الأخ ماجد الجهضم يسأل عن معنى قول الله سبحانه وتعالى عن معنى كلمة سلف في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، والآية: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. نعم، الآيتان جاءتا للقضاء على ما كان إبان الحياة الجاهلية، إذ العرب كانوا من شأنهم أن يتزوج الابن امرأة أبيه، فإن مات الرجل عن امرأة وربما تكون شابة وله ابن، فإن ابنه يكون أحق بها إن وضع عليها ثوبة، إما أن ينكحها بنفسه، وإما أن ينكحها من شاء، وإما أن يعضلها عن النكاح حتى تفتدي منه بالمال. هكذا كانت حياة الجاهلية، وقد جاء القرآن الكريم باكتساث هذه العادات السيئة، وجعل هناك حرمة، حرمة المصاهرة كحرمة النسب، فلا يجوز للرجل أن ينكح امرأة أبيه كما لا يجوز له أن ينكح أمه. وقوله إلا ما قد سلف يعني ما مضى إبان الحياة الجاهلية قبل نزول هذا الحكم، فإن الله سبحانه وتعالى عفى عنه. ولكن لو كانت عند أحد منهم امرأة أبيه عليه أن يتركها لا أن يستمر على ذلك. كذلك بالنسبة إلى الجمع بين الأختين، فقد كان ذلك أمرا مشروعا حتى في بعض الشرائع السابقة، كما يقال أي قبل الشريعة المنزلة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن منع في هذه الأمة مراعاة للحرمات، ولا يجوز الجمع بينهما، وإنما يعفو الله تعالى عما قد مضى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، ونشكركم شكرا جزيلا، بارك الله مسعاكم. ونعتذر للإخوة الذين لم نتمكن من عرض أسئلتهم، سواء كانت عن طريق الاتصال أو من خلال الموقع، عسى أن يسعفنا الحال بعرضها لاحقا إن شاء الله عز وجل. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى شرع في هذا الشهر الكريم الصيام، وفي الصيام تذكير بهدى القرآن الكريم. وروته طائفة كبيرة من أئمة الحديث، واختلف العلماء في ثبوته، منهم من ذهب إلى أنه منكر. حكم قيام ليلة النصف من شعبان؟ لا بد من الجمع بين النصوص، وبالجمع بين النصوص تتبين الحقيقة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا أوضح من شمس الظهيرة أنه كان يصوم في شهر شعبان. هذا دليل على مشروعية الأذان ومشروعية الإقامة في الحضر وفي السفر.